الأوروبية حادثة حصلت لعجوز تبلغ 97 من العمر، سقطت من الطابق الرابع بينما كانت تحاول التقاط ملابسها من حبل الغسيل. العجوز نجحت بالإمساك بصندوق مكيف الهواء بقدميها واستمرت على ذلك لأكثر من نصف ساعة إلى أن نجح رجال الإنقاذ في تخليصها من هذا الموقف. Бабуся вас тримає спокійно. Нормально. Де скора? Де швидка? Давайте наверх піднімайте. Знаєте, що хочу? Що хотіла бабуля? Що пішла в вікно? Як ви там опинились? Так, що хотіла?